وهو اللي يسوي الحمار وهو يسوي تهيج، هذا شيء طبيعي وهو يسوي كذي. مدتها 6 دقائق 10 دقائق بعدين يختفي. المادة الفعالة اللي فيه هي اللي تسوي التهيج. إذا ما صار التهيج يعني ما منه فايدة، ما راح نستفيد. الفايدة كلها بالتهيج. تحمل بس 5 دقائق 10 دقائق بعدين يختفي. هذا قاعد يوصل الدم حق كل الأطراف. خلينا نفصل فيه أكثر، لأن وايد ناس تخاف من التهيج أصلاً. إحنا نبي التهيج، إحنا نبي هذا الحمار، إحنا هني الفايدة. خليني أقول لكم شيء أصدمكم عن ياسين. تخيلوا العلاج الأول حق القلق والتوتر والاكتئاب نياسين. العلاج الأول نياسين يعالج وايد أمراض وايد أعراض، ولكن نفس ما ذكرت الناس تخاف من هذا التهيج. عادي الفلاش هذا اللي يصير احنا نبيه. في بعض الأشخاص يأخذون من غير فلاش، نفس ما ذكرت المادة الفعالة عشان يشتغل 100% الفلاش هو نفسه. إنزين، أول ما نأخذه راح يتمركز بأماكن معينة. ليش؟ لأنه ما راح بالجسم كله، فهني تحس بالحمار. بعد فترة الحمار يروح منك يختفي. ليش؟ لأنه خلاص قام ينتشر بالجسم كله. هني تضطر تزيد الجرعة، تزيد الجرعة، يعني مثلا نبلش بمية بعدين 200 باين ممكن نوصل ليل 1000. عرفت شلون؟ لا تخافون مني، ترى طبيعي. وايد ناس تخاف تروح المستشفى تسوي فحص شنو صار فيني حساسية. لا هو كذي. خلنا ناخذ معلومة بسيطة جدا احفظها. الكحة نوعين، ممتاز. في كحة مع بلقم، حلو، وفي كحة من غير بلقم. شخص قاعد يكح مثلا، في كحة من غير بلقم، راح الصيدلية او دكتور صرف له بالغلط ما يدري، عطى دواء طارد للبلقم. هو كحته ناشفة، عطى دواء طارد للبلقم. شنو راح يصير؟ تخيل راح ياخذ الدواء راح يكح زيد، ولا يمكن يسوي تقرحات من كثر ما يكح ويطلع دم، لان انت كحتك ناشفه فما يناسبك دواء كحه طارد للبلقم. شنو تاخذ؟ داخل دواء كحه عادي مو مكتوب عليه طارد للبلقم. اذا كحتك فيها بلقم اخذ دواء طارد للبلقم. واضح وسهل. صباح الخير. خلينا نتكلم عن افضل عشبه للجهاز التنفسي. هذه العشبه اثبتت جدارتها. في اعشاب ثانيه زينه حق الجهاز التنفسي ممتازه، ولكن عن تجربه عندكم يا جماعه عشبه المولين. شو اسمها؟ المولين. تقدر تاخذها تابلت ام وتقدر تشربها شاي، ولكن انا ما افضل شاي لان طعمها حيل مر، افضل تابلت. حق منو؟ ضروري جدا اذا كانت عندك مشاكل بالجهاز التنفسي، في كرابو، التهاب الشعب الهوائيه، اختناق، انزلاق، اللي يكون عشبه المولين يدخل عليها على طول. هذه عشبه حيل قديمه وناس ما قام يسولفون عنها، ولكن بضاري يسولف عنها ونص، لاني انا جربتها بنفسي فانصحكم فيها.